قاعد تظهر آفات جديدة وتختلف تواقيت الظهور. على سبيل المثال عندك البندورة مثلا حشرة التوتة أبسلوتة، بالعادة ما تظهر الأول آب، هالسنة ظهرت العام الماضي ظهرت بأول تموز، وهالسنة ظهر من بداية السنة. يعني هذا الشيء قاعد يسبب صعوبة. طبعا مبيدات التوتة أبسلوتة مبيدات كلها أجنبية، أسعار مرتفعة جدا خاصة مع فرق الدولار. ما بي متابعة لرصد هالحشرات يعني بشكل دوري، انه احنا بشكل عام صار 4 أو 5 سنين تطلع عندنا التوتا ابسلوتا، المفروض يكون في لها مراقبة، في لها انذار انه هالحشرة ظهرت لازم المزارعين يستنفرون، المراكز الزراعية تستنفر. ما في مراقبة دائما، لهالشيء يعتمد على جهود الفلاح وجهود المركز الزراعي مو أكثر. هاي أول شغلة. الشيء الثاني عندك يعني الآفات قاعد تختلف، كلية موجودة يعني ما بي انه تقول آفة مغيبة أو أنه الآفة هاي خلصنا منها، جميع الآفات موجودة، ولكن تختلف أوقات ظهورها، الوقت ظهورها يختلف يعني. طبعا الشيء يرجع للمناخ والظروف المناخية بالدرجة الأولى. عندنا كل 10 ايام بيعدنا رشه ادويه للدوده، وطبعا احنا المواد اللي كلها عم نجيبها على الدولار، وعم نبيع محصولنا بالليره وما بيجيها ضامنه 100% انه تاخذوا منا بالسعر الثابت هذا. يعني انتاج العام مو مثل انتاج السنه، انتاج السنه الماضيه كان انتاجه اكثر، يعني مثل عندك الثلاث دوانم 4 العام ينتج مثل 30 كيس 40 50 يوصل، السنه انتاج صار نصف الانتاج العام بالنسبه، يعني تعرض للحشرات وللدوده ومشاكل كثيره به وامراض وفطريات وما نعرف، وجعنا نكافح ونركض ونجيب علاج وما